هتقول لي هذا الذي فعله الحسين، وهذا الذي نطق به أبو بكر ابن العربي وابن خلدون من ورائه، تكلموا بكلام إد، كلام خطير، كلام فظيع والعياذ بالله. حاصله أو محصله يعني أن الحسين قتل بفتوى من رسول الله كما قيل بسيف جده، يعني مش بسيف يزيد ولا عبيد الله بن زياد، بسيف المصطفى قتل الحسين، لأنه اللي قال من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يقول أن شق عصاكم، أقول له لا تكذب على رسول الله ولا على نفسك ولا علينا. النبي يقول أمركم، في الحقيقة هذا لم يكن أمرنا، هذا كان أمر يزيد وجماعة يزيد وجماعة معاوية. وكل من قرأ التاريخ، كل من قرأ التاريخ يعلم ويعرف كيف أخذت البيعة ليزيد ابن معاوية، والحسين أصلاً لم يبايعه لحظة أبداً، ورأى أن الهلكة كلها في أن يبايع مثل إيه؟ هذا الفاسق الخليع المتهتك يزيد. هذا ليس أمرنا، هذا ليس أمرنا أبداً. والله قال إيه؟ أولي الأمر منكم، منكم يعني إنسان تختارونه، تفرزونه، تختارونه، تتواضعون عليه، أهلاً وسهلاً، ولي الأمر مش فيكم، وإلا المستعمر الإنجليزي والصهيوني والفرنسي ولي أمر، صح؟ فينا هم هؤلاء، وكانوا أولياء أمور فينا، يعني مفروض علينا بسياسة الأمر الواقع، اسمه منطق الأمر الواقع. أنت اليوم كفلسطين مثلا لا تستطيع أن تفعل أشياء كثيرة ولا أن تعبر من حدود إلا بإذن إسرائيل، مش اليوم عندنا وسلطة حماس ما شاء الله وناس مجاهدين طيبين، ما تقدرش تدخل من عند حماس إلا وفق قوانين توافق عليها إسرائيل. اللي عنده جواز فلسطيني أو جواز كذا كذا، اللي ما عندوش ممنوع من غصب عنك، ما تستطيع، لأن مصر تنسق أيضا ومفروض عليك هذا. هذا ولي أمر بطريقة ما، يعني زمان لما كانوا محتلين كل شيء، أي ولي أمر فينا ليس مني، هذا ليس مني، أنا ما اخترته ولا أعطيته ولاية أمري، لكن فرضها علي بالقوة. أنا صحيح أي كل حاكم ظالم وطاغية ملعون قد يكون ولي أمر فينا لا منا. القرآن يقول منكم، منكم تختارونه أنتم، تتسالمون عليه، تتواطؤون على بيعته. وبين قوسين ما دام ذكرنا هذا الأمر أنا أقول لكم، وبالأمس ذكرت هذا حقيقة يا إخواني، لا يمكن لعقل سياسي على وجه البسيطة والمعمور أن يتفتق عن نظرية سياسية أردأ ولا أسخف ولا أظلم ولا أقبح من نظرية السيف، أن الذي يتغلب ويصل للسلطة ينبغي أن يطاع طاعة مطلقة إلا أن يكفر، مدامه ما كفرش يطاع، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك وكذا. دول حديث، تطعن في الحديث؟ أنا لا أؤمن أصلاً بأنه حديث، وإن كان في الصحيح مستحيل، مستحيل أن الرسول يقول هذا، مستحيل أن الذي نزل عليه القرآن الكريم أن يقول هذا الكلام، ومستحيل على من قال سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. تعرفون حتى في النظرية هذه، والإمام أحمد وطد أركانها للأسف الشديد، وطد أركانها بشكل قوي جداً جداً. هناك حديث مخرج في الصحيحين وما زال في الصحيحين في البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال يهلك الناس هذا الحي من قريش. والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم واضح جداً أن المقصود بهذا الحي، والنبي لم يقل هذا الحي، لم يقل هذا الحي، النبي ذكر اسمه إيه؟ اسم حي، ولكن الراوي في فمه ماء، وهل ينطق من في فيه ماء؟ يقدرش. فطبعاً قام كلمة إيه؟ بنو أمية وإيش قال؟ هذا الحي، ومعروف، معروف أين هلكت الأمة وعلى يد من يا جماعة؟ الحديث الأخرى حديث أبي هريرة نفسه في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على يد أغيلمة من قريش. فقال مروان لعنة الله عليهم غلمة، قال لو شئت أن أسميهم لسميتهم، هم أبناؤك من هذه الأسرة النجسة، حاشا الصالحين. يجيش حد يقول لي عثمان بن عفان عمر رضي الله عنهما، يا جماعة انتبهوا، تعلموا العلم، تعلموا العلم وطريقة التفكير حين يتحدث، دائما الحكم للعام، الحكم للجمهور، ما تلزمني وتلزم نفسك أن تستثني دائما المستثنى بذاته، مفهوم هذا. لا استثني عمر، مش هستثنيه وهو مستثنى، معروف أنه مستثنى يا أخي، استثني عثمان مستثنى، استثنيته أو لم استثني، من العبط أن كل مرة أذكرهم أقول حاشا عثمان وحاشا عمر، هذا معروف، واضح جدا ما عندناش كلام فيه، وهذا تصريح مش تلويح. على كل حال فطلعوا إيه؟
هم بنو مروان، هذول بنو مروان. فقال لك هذا الحي من قريش، مش هذا القضية، القضية. فقالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ ما دام هلاك الأمة على يد هذا الحي، ماذا نفعل؟ قال لو أن الناس اعتزلوهم. الله أكبر يا رسول الله، هذا أضعف الإيمان. عارف إيش هو؟ المقاومة السلبية. اليوم بسموه العصيان إيه؟ المدني. العصيان المدني. في فرق بين المنطق، منطق إيه؟ على الأقل عصيان مدني. ما تعاونش معه سيسقط مثل إيه؟ ورقة جافة في الخريف. مش هيشتغل عنده. مش هتولى له أي عمل. مش هخبط له الزكوات. مش هعطيه الزكوات. مش هتعاون معه بالمرة. يفعل بده إياه. هضلي في بيتي. يقتل. هيفشل. هيضيع فعلا فعلا. لكن الظلم هذا المنطق، وهو كما قلت حديث صحيح في الصحيحين، للأسف الشديد ضرب بأحاديث نسبت إلى الرسول. وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. يا جماعة، هل يوجد مفكر أو منظر سياسي يقول أنا أنظر لكم وآمركم وأرشدكم أن تطيعوا السلطان مهما كان ظالما، فقط أن يكون على دينكم، مش كافر.